يا مساء الفل، يا مساء الانوار، ازيك يا محمد، اهلا بيك. اخبارك ايه؟ تمام، اهلا برونتو. بيك، اهلا بكل اصدقائي. اهلا بيك بكل اصدقائنا المتابعين الاعزاء، يا مرحبا. يا مساء الفل، نرحب بالناس كلها. ازيك يا احمد، اخبارك ايه؟ لونج تايم، من ساعه ما شرفتني في الفيديو بتاع افتتاح القناه لحد دلوقتي. اهلا كنت انت بيك. دوب لسه واصل ايطاليا ساعتها. كنت لسه جديد شوي. عامل ايه واخبارك ايه؟ الحمد لله، تمام، كله تمام. طيب، انت ما بتنخرطش كتير في النقاشات اللايف دلوقتي، اكتر انت شغال على اليوتيوب صح؟ بطلت تدخل بقى كلاب هاوس شويه انا وتويتر اصلا والحاجات دي. ما كنت قليل اول ما ادخل كلاب هاوس، ادخل اسمع، اغلب الوقت بدخل اسمع زي الجاسوس كده. طيب، في النقاشات على كلاب هاوس، ودلوقتي في حاجه زي كلاب هاوس موجوده في تويتر اسمها مساحات تويتر. و عارفها. في النقاشات دي دلوقتي اغلب الوقت بنلاقي بعض المسلمين اللي بيطلعوا يقولوا لك المشكله مش في الدين، المشكله في الاقتصاد، او ودول بيبقى اغلبهم من الاصدقاء اليساريين، ذوي الاتجاهات السياسيه اليساريه وكده، اشتراكيين يساريين شيوعيين، او بتلاقي بقى ناس تانيين بيقولوا لك ان المشكله في السياسه، المشكلة بتاعتكم مش مع الدين، الدين حلو وجميل وبسكر وكده. انت ايه رأيك في الموضوع ده؟ عشان كنت شفت لك حاجات على الموضوع ده، فانا عشان كده حابب ان احنا نتناقش في القصة دي النهاردة. اليساريين بالمناسبة مش كلهم على رأي واحد في المسألة دي. في يساريين واخدين موقف حاد جدا من الدين، موقف رافض تماما للدين بشكل يعني، وشايف ان هو ليه دور كبير جدا، او هو السبب في معظم المشاكل دي. يعني مش كل اليساريين واحد، وفي يساريين تانيين متصالحين مع الدين، و يعني اليسار عموما مش موحد في موقفه من النقطة دي تحديدا. يعني ممكن في مصر شيوعية مثلا، او اليسار يعني فقد من وجهة نظري، يعني في تشويش طالع من عندي، ما اعرفش من الصوت لو مش هذه مشكلة بقى عندي. في انا صوت، انا عندي صوت كويس جدا. نسأل ياسر كده. في صوت جاي من عندك كده؟ تمام، مش عارف ده بقى، دي مشكلة عندي انا. ثواني كده. تمام، ممكن تقفل المايك؟ طيب انا عايزني اقفل المايك، اجرب اقفل المايك. حاضر، كده احسن كتير، كده احسن. ما اعرفش بقى، دي ممكن مشكله من عندي، بسمع صوت وش جامد لما طب كده لما تقفل المايك بيروح الصوت ده. طب كده كده انت سامع وش برضو؟ لا كده تمام، برضو كده تمام. اوكي، هو انا بس كان صوت السبيكر عالي، فممكن الراجع من السبيكر على المايك كان عامل لك مشكله، فانا وطيت السبيكرز عندي شويه. لكن هو الدين عموما، انت ممكن تقفل المايك احسن، معلش بتشوش جدا. انا بقى يعني، هو الدين عموما السياسيين ما يهمهمش قوي ان هم يتصادموا مع الدين بشكل مباشر، يعني يدوروا على اي حاجه او اي طريقه يعني يلتفوا بيها حوالين النقطه دي تحديدا، لان نقطه حساسه. الناس المشتغلين بالسياسه بيخافوا قوي من ان هم يعني يصطدموا بيها، عشان هيخسروا، مش هي يعني مش هينجحوا يعني. حتى لو كانوا عندهم موقف من الدين، وحتى لو كانوا عارفين موقف داخلي، او حتى لو كانوا عارفين ان الدين ليه تأثير كده سيء، فهم بيتجنبوا دايما ان هم يعني يقولوا كده في العلن، يعني يستخدموا وسائل تانية يعني علشان خاطر يأثروا بيها على الجماهير، وخطاباتهم تبقى يعني شعبوية، وهدفها الأول والأخير إن هم يحصلوا على الأصوات، مثلا لو في حالة ديمقراطية أو كده. لو مثلا هم في السلطة فعلا، بيستخدموا برضو علل تانية، ويعني يعللوا بيها
المستوى اللي احنا وصلنا ليه او الفشل اللي احنا فيه في الوقت الحالي. كان في النقاشات بقى بنسمع ناس اصلا يعني على مواقع التواصل الاجتماعي بنسمع ناس اصلا هم اقنعوا نفسهم بان الدين ما لهوش دور في مشاكلنا. فدول اللي احنا بنتناقش معاهم مش الناس المشتغلين بالسياسه زي اليسار وغيره. يعني دول اللي احنا نحاول يعني نتناقش معاهم ونوضح لهم بالادله ازاي ان الدين ده هو اللي ليه تاثير سلبي فعلا على المجتمعات بتاعتنا. يعني ما ينفعش يكون عندك نص محرض على القتل مثلا وتروح انت وتشوف حاسه قتل بدافع النص ده بشكل مباشر وفي ارتباط لدرجه ان اللي عمل الجريمه نفسه بيقول لك الايه دي هي اللي حركتني وتهرب من ان انت تربط ما بينهم. ده يعني ده نوع من انواع العمى، بنشوف ده عمى يعني مثلا الايه اهي في القران بتقول كده بوضوح، هي الايه بتحرض على الفعل ده تحديدا وهو ده اللي حصل. فما ينفعش انت تقول لا اصل مفيش ارتباط ما بينهم، اصل ده فهم الايه غلط او كده، وانت اللي فهمك بعيد كل البعد عن الايه او تاويلك انت بعيد كل البعد عن الايه. ده نوع هسالك، انت عارف دلوقتي اكيد عارف القرانيين اللي موجودين دلوقتي صح؟ القرانيين طبعا. طيب ما هو القرانيين بيقولوا لك لا احنا بنقول ان الفهم ده غلط وبنشكك في الموروث واللي وصلنا في الموروث ده كله، واحنا اهو انتوا ليه بتهاجموا الدين، ما احنا بنقدم نسخه حلوه اهو من الدين وفهم جديد وتدبر جديد وبنقبل فيه الكل وبتاع الى اخره. سؤال، انا لسه دلوقتي الوشه موجود عندك ولا لا؟ لان ياسر بيقول لي انه ما كانش فيه مشكله كبيره. يعني ما فيش وش، انا عندي، انا بيجي من عندي انا الصوت يعني وش. طيب قول لي يعني القرانيين اللي بيتكلموا دلوقتي عن ان الموروث دوت مشكوك فيه او انه ده كتابة العباسيين او اي حد تاني وان احنا مش واثقين ان النبي عمل الكلام ده كله، وبالنسبة للفهم بيقول لك انت ليه بتقول ان الدين هو بس فهم المتشددين او السلفيين او الارهابيين، ما في افهام تانية في الاسلام الصوفي، في الاسلام القرآني، في الاسلام الكيوت او المعتدل الوسطي دوت، فليه انت بتقول ان هو ده بس الاسلام؟ يعني ليه حاصر رؤية واحدة في الاسلام؟ هو القرآني يقدر يتخلص من الاحاديث بمنتهى السهولة، لكن انا لما اتكلمت دلوقتي حتى من شويه قلت لك الايه دي موجوده، ما قلتش الحديث. ليه؟ لان انا بهرب من نقطه الاحاديث دي. يعني انا بهرب من نقطه الاحاديث لان انا مشكلتي مش مع الاحاديث، مشكلتي مع القران. لان القران يعني في اجماع سنه وشيعة كله على ان ده كلام الله، لكن الاحاديث ممكن يقول لك والله الحديث ده ضعيف، الحديث ده صحيح، الحديث ده يعني يقدر يتهرب منك بسهوله في الاحاديث، لكن القران ما يقدرش اطلاقا. فعشان كده انا قلت لك الايه دي. فهو القراني عنده طريقه في تاويل الايات جريئه جدا، جريئه على الحقيقه، بمعنى ان هو عنده جساره ان هو يقول ان الاحمر اخضر وان الابيض اسود بجراه يحسد عليها في الحقيقه. اسمح لي اخد منك الكود دوت وهستخدمه بعدين. اتفضل. ان القران عنده جرأة في تفسير الايات وهي جرأة على الحقيقه. ايوه بالظبط. بالظبط. فانا ما عنديش مشكله معايا في الحكايه دي. انا عندي يعني ما عنديش معاه مشكله كبيره في ان هو يقول على الاحمر اخضر هو حر، بس انا عندي مشكله ان هو مين هيقتنع بكلامك؟ مين هيمشي معاك؟ مين هيقتنع بكلامك؟ اغلب الناس مش هو انا بقول لهم حاجه تانية، بقول لهم انا ما عنديش مشكله ان انت تفهم ان الاحمر اخضر وان موزه يعني عربيه. انا بتبقى مشكلتي في ان انت تقول لي ان احنا فاهمين غلط وان فهمك ده هو الصح. لا بالعكس، اقنع زي ما انت عايز ناس، بس ان انت تيجي تقول لي ان انا فاهم غلط وان كل الناس اللي فسروا القران وكل النحاة واللغويين كل دول غلط، انا عندي مشكله ان انت تقول ان انت الصح، لكن انت ده فهمك وده تصرفك وده ايمانك براحتك. انا دي بتبقى مشكلتي. صحيح صحيح. لكن هو كمان مش فعال، يعني هو كمان مش فعال، القرآنيين مش فعالين، وده منطقي لأن هم واضح جدا أن هم بيحاولوا يحرفوا القرآن بوضوح، يحرفوا القرآن، وأي حد عادي يقول لهم ده تحريف للقرآن وده بيضعف موقفهم. فمش طبيعي أن أنت تلاقي ناس كتير بتنضم اليوم.
ممكن يكون هم عاملين صوتهم عالي، عاملين لنفسهم اسم مثلا، لكن تأثيرهم محدود جدا، تأثيرهم محدود. طب وبالنسبة للناس اللي شايفين ان اللي بيوصل الناس للإرهاب ولتبني الأفكار الإرهابية والقيام بأعمال إرهابية ما هوش الدين، هو القمع السياسي، يعني في دول تانية، في دول تانية مش إسلامية فيها ديكتاتوريات لكن ما عندهمش إرهاب. يعني ظاهرة الإرهاب دي إسلامية ليه؟ ليه ظاهرة الإرهاب مرتبطة بالإسلام تحديدا؟ لأن النصوص هي اللي بتحرض عليها بغض النظر عن القمع. أنا بشوف العكس، أنا بشوف أن القمع السياسي وأن الدول الإسلامية يكون قاسم المشترك ما بينها غياب الديمقراطية هو السبب في الدين برضو. اللي الدين بيضعف المجتمعات، الدين بيضعف المجتمعات وبيكسر بيكسر شوكة المفكرين، بيضعفهم، بيضعف موقفهم في المجتمع، فما بيعرفوش يعملوا تغيير إيجابي في البلد، لا يغيروا النظام السياسي ولا يغيروا وعي الناس أصلا، لأنهم الناس أصلا لو مش ديمقراطيين مش هيبقى عندهم سلطة ديمقراطية، يعني مش هيبقى عندهم نظام ديمقراطي يوصل ناس منتخبين للسلطة، لأن المجتمع نفسه مش ديمقراطي، والديمقراطية الدين عدو الديمقراطية. لما بتطبق الديمقراطية، التجارب بتقول لنا كده، لما بتطبق الديمقراطية في بلد ويوصل الإسلاميين للسلطة بيحولوها لفاشية دينية، زي إيران، زي أي دولة إسلامية وصل فيها الإسلام السياسي للسلطة، هو بيستخدم الديمقراطية مؤقتا لحد ما يوصل للسلطة، وبعد كده بيضلم البلد تماما، ودي مشكلة إسلامية بحتة. يعني طيب ليه في دول كتير مسلمة وما عندهاش، ما طلعش إرهابيين؟ سلطنة بروناي، ماليزيا، بنغلاديش، يعني في عدد كبير من الدول اللي بتكون يعني أغلبيتها مسلمة وحتى فيها قوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية وما بيطلعش من عندهم إرهابيين خالص. لا في إرهابيين ماليزيين وفي من بنغلاديش، وفي إرهابيين من بنغلاديش وعملوا جرائم إرهابية وقتلوا ملحدين في الشوارع. بنغلاديش غلط يا سيدي. طب خلينا في برونواي وماليزيا. ماليزيا كان فيه إرهابيين، وبعدين ماليزيا كان مش بالصورة اللي بيصوروها، كان فيه صراع إسلامي علماني لمدة طويلة جدا، وكان فيه إرهاب برضه. يعني ماليزيا لا، مش بلد، أنا مش عارف ليه قدموا لنا ماليزيا كأنها سنغافورة أو اليابان مثلا، لا مش كده. أنا مش فاكر بصراحة أحداث إرهابية يا أحمد أو إن في إرهابيين من ماليزيا، هو اللي كان فيها كانت إندونيسيا. لا في إرهابيين ماليزيين، وفي إرهابيين ماليزيين حاربوا في أماكن أخرى، ولا طيب هل طب أنا عندي سؤال تاني دلوقتي. أنا يعني أنا شخصيا شفت إن في تجربة عملية اللي هي الاتحاد السوفيتي حاول إن هو يقضي على الدين لمدة 70 سنة، قفل الكنائس، المساجد، المعابد اليهودية، قفل على الدين بالضبة والمفتاح. بعد 70 سنة دول، بمجرد انهيار الاتحاد السوفيتي، الناس رجعت يعني رغم ان بقى عندك جيلين كاملين اتولدوا وتربوا في دول ما فيهاش دين، ممنوع فيها ممارسة الطقوس الدينية او الكلام عن الدين في اي مساحة عامة، رغم كده بمجرد انهيار الاتحاد السوفيتي الناس رجعت الكنائس والمساجد والمعابد بتاعتها عادي جدا. فهل انت 70 سنة مش حاجة، مش عمر، 70 سنة مش عمر، يعني ما هيش مدة كافية. لكن برضو خليني أقول لك إن الدول اللي كانت تحت سلطة الاتحاد السوفيتي تأثرت بالموضوع ده، يعني دولة زي أذربيجان مثلا، نسبة كبيرة جدا أو الأغلبية السكان ما مش متدينين مثلا. كازاخستان مثلا دولة إسلامية ما فيهاش مشاكل دي، لأنها برضو متأثرة وفيها ملحدين كتير جدا، أو نسبة كبيرة جدا من السكان برضو لا دينيين في كازاخستان. دول كتير يعني كانت تحت سلطة الاتحاد السوفيتي وتلاقي نسبة الدين فيها قليلة يعني. طيب لما يكون ان انت عندك الناس بترجع للدين وبتعتمد عليه في كل حاجة، مش الافضل ان يكون الخطاب ناحية
تبني نسخ أقل عنفا من الدين، زي مثلا الإسلام القرآني، الإسلام الصوفي، أفضل من مهاجمة أساسات الدين نفسه؟ الإسلام الصوفي مش بالضرورة غير عنيف، الإسلام الصوفي مش بالضرورة إن هو بعيد عن العنف، لا. يعني الإسلام الصوفية أطياف كتير جدا، ومن الصوفية من انخرط في أعمال برضو عنف، خصوصا في الاحتجاجات بتاعت إلا رسول الله والحاجات دي. فالصوفية لا، مش بالضرورة عشان تبقى صوفي تبقى يكون بعيد عن العنف يعني. كمان بالنسبة للقرآنيين زي ما قلنا من شوية، مش فعالين، مش ناجحين. في ضيفة دخلت معنا للاستوديو عايزة تسلم عليك. يا مرحبا، أهلا وسهلا. شيماء هي شريكي، صاحبة فكرة سلسلة شاد وربابة في أحوال الصحابة، وبتقدم معايا وبتحضر وبتقدم معايا السلسلة على اليوتيوب. مرحبا، أهلا بك. مساء الخير ميم، ومساء الخير أحمد. أنا من أكثر الناس اللي بتحبك، وأنا مبسوطة جدا إنك موجود النهاردة، ومرسي على التوبيك الحلو ده. وأنا جاي أسأل أسئلة عادي زي بقية الناس، وأنا ما تبقوا فاضيين قولوا لي. شكرا لك شيماء، شكرا. أنا شفت إعلانات بتاعت بس للأسف ما لقيتش وقت لسه أتفرج على الحلقة دي، هتفرج عليها. شادو الربابة شفت كتير من المقاطع على انا مستني رايك فيها. اتفضلي يا شيماء، اتفضلي اسالي احمد لو تحبي زي ما انت عايزه. احمد، انا برضو خرجت من مصر من فتره، ودلوقتي عايشه في انجلترا. وانا اول احساس جالي ان سبب التخلف اللي احنا فيه في الشرق الاوسط هو الدين، بالذات انه في مثلا دول غنيه كتير في الشرق الاوسط ولسه متخلفين. يعني الموضوع يعني على كل الاختلافات، احنا عندنا مشكله جامده جدا. النهارده ما حدش يقدر يقول ان المجتمعات العربيه والشرقيه دي مجتمعات يعني يتقال عليها اي حاجه غير انها مجتمعات متخلفه، عايشه في وقت العصور، يعني العصور الجاهليه اللي كل العالم خلاص سابها وخرج منها، او معظم العالم المتقدم يعني. لكن النهارده بسمع طول الوقت الناس اللي انا في شخصيا بسميهم عندهم denial، مش عايزة أبقى حد يعني مفتري أو إن أنا ما بحترمش رأي الآخر، ولكن الناس المفروض إنهم محترمين جدا ويعني عندهم عقل وبيفكروا كل حاجة، ويقولك لا، المشكلة مش في الدين خالص، أنت فاهم غلط، المشكلة عندنا في الفقر، المشكلة عندنا يعني. بيحاولوا يتنصلوا احنا اصلا يعني. مثلا بنقول طب ايه اللي بيحصل للستات النهاردة في الشرق الاوسط؟ ان النهاردة الست العربية دي اسيرة يعني، بيتعامل فيها اللي ما بيتعاملش في اي ست تانية في العالم. يقولك لا والله، ده النسوية دي جاية للست الغربية اللي كان مثل المسيحية بتعتبر ان ما عندهاش روح، لكن الاسلام اعتبرت يعني. طول النهار عندنا الدبيت اللي طلعالي من ناس مثقفين جدا، يطلعوا يقولوا لك المشكلة النهاردة مش في الدين، المشكلة يا اما في الفقر، يا اما احنا عندنا مشكلة الديكتاتوريات اللي موجودة في الشرق الأوسط، المشكلة إن الناس مش عارف يعني، المشكلة في يعني لدرجة بتوصل بقى لما يبقى مثقف قوي بقى وعارف بيقرأ وبتاع، يقولك لا والله دي المشكلة في الكولونيزيشن اللي حصل لنا، الاستعمار هو اللي عامل فينا التخلف ده. يعني انا عشان كده عجبني قوي التوبيك بتاعك النهارده، وانا بحبك وبحب اسمع كلامك، فنفسي بقى ترد على الناس دي. لانه انا لا حد متخصص ولا اي حاجه، انا حد عادي جدا، واول ما عشت بره على طول فهمت المشكله في الدين. المشكله في الدين عامل لنا مشكله تخلف اجتماعي، عامل لنا يعني مبهدل الستات اللي هم 50% من المجتمع، حابسهم في البيت وبيعملهم بطريقه مختلفه تماما. عامل لنا مشكله ان احنا مش عارفين نتقدم سياسيا، محبوسين دايما ما بين الجيش وما بين الدين. عامل لنا مشكله في العلم. انا النهارده كل النظريات العلميه عمالين يتريقوا عليها ويقول لك سقط وكلام ما انزل الله به من سلطان. عامل لنا مشكله في الحياه بتاعت كل يوم، المقضي وقته طول النهار بيصلي وبيكلم نفسه وبيضطهد ولاده وبيضرب ولاده على كلام فارغ، والشباب العربي النهارده لا عارف يعيش حياته، ولا عارف يرتبط، ولا عارف يشتغل، ولا عارف يتجوز، ولا عارف يحب. كل ده بسبب ايه؟ انا شخصيا شايفة الدين، ونفسي يعني ومش عارفه اقولها لهم ازاي، لان في ناس بتزعل، والمشكله ان الدبي طلع من ناس مثقفين جدا. فانا حابه ان انتوا تكملوا اكتر في الحوار ده، وميرسي قوي على المداخله، وميرسي بجد ان انا شايفاكم النهارده مع بعض، اكتر اتنين بحبهم على اليوتيوب. شكرا لك. انا في تعليق ممكن ارد عليه قدامي؟ مش طنشوا دلوقتي. انا شوف عارف انت عايز ترد على انهي تعليق، طنشوا دلوقتي، انا هنرد عليه بعدين. لا مهم جدا برضو. ماشي اوكي. انا مش عارف جاب الكلام ده منين، يعني ما اعرفش جاب الكلام ده منين. ما هو كلام معلهوش جمله تحت. مش عارف بصراحه. على كل حال
الناس اللي بتقول لك المشكله في الفقر دي استاذه شيمه، الناس بتقول لك ان في مشكله في ان المشكله في الفقر، هي هي دايره مفرغه هنقعد ندور فيها. هو الدين بيسبب الفقر والفقر بيسبب مزيد من التخلف وهكذا. يعني هو اشرح ليه الدين بيسبب الفقر. انا هقول برضو، بس في نقطه عايز اقولها قبل كده في الشخص نفسه اللي بيطرح اللي بيقدم لنا الطرح ده، علشان احنا ممكن نتعب كتير معاه من غير ما نوصل لنتيجه لسبب واحد بس، وهو ان هو شخصيا متدين. ودي حاجه ليها يعني خصوصيه، يعني الشخص لما يكون متدين او مؤمن انت محتاج تعالجه الاول من التدين وبعدين تناقشه، لان من الصعب جدا توصل معاه الحاجه، لان هو يعني حابس نفسه في 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 صندوق كده، وحابس الفكر بتاعه ما بيتعدهوش ابدا. فانت مهما حاولت تكلمه من خارج الصندوق ده هو مش فاهمك اصلا، هو مش فاهم، هيفضل يعيد عليك نفس المشكله، يقول لك والله المشكله بالفقر، ويديك نماذج ويديك حاجات، بس كل اللي هو بيتكلم فيه ده يعني كل الرؤيه بتاعته دي كلها داخل الصندوق الضيق ده، مش هتقدر توصل معاه لاي حاجه نهائيا. الحل اللي انت تقوله مش انت مؤمن، طب تعالى بقى نتناقش بقى في ايمانك ده انت بنيته ازاي، لان انت عندك خلل في التفكير بسبب الايمان اصلا. انا من وجهه نظري ان الايمان بيعمل خلل كبير في التفكير، يعني فانا ما اقدرش اناقش معاك مواضيع زي كده من غير ما نناقش معاك الايمان بتاعك اصلا. تعالى نروح للمشكله الاساسيه، ده المهم، عشان انا ما لقيتش حد بقى لحد دلوقتي لا ديني مثلا خارج من المجتمعات بتاعتنا ديت مش فاهم ان الدين بيأثر بشكل سلبي جدا على المجتمعات بتاعتنا، بلاقي ان ده من الدين نفسه اللي جاي بيناقشك، وهو بيتجاوز فكره ان هو اصلا بيتكلم بدافع انحيازه اصلا ليه تدينه، وبيناقشك في المساله دي مش هتوصل مع الحل. يعني المشكله ليه الدين بيسبب الفقر؟ الدين بيسبب الفقر لان الدين اولا بيربك حياه الانسان عموما، يعني هو بيضعف الانسان عموما. فكرة إن أنت ما تركزش في أهدافك في الحياة بقدر ما أنت مركز على إن ربنا يكون راضي عنك، وإن هو يعينك، إن هو يعينك، وإن هو إن أنت تكون أصلا متوهم إن هو موجود علشان خاطر يسندك، إن أنت تكون رابط في وعيك ما بين العمل الصالح وما بين مثلا ان هو يجعل لك مخرج، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. انت تكون عامل حسابك ان ربنا هيسلك لك الامور علشان انت مؤمن بيه، كل ده تضليل ليك في حياتك، وده هيسبب وبيسبب فعلا ان في ناس كتير ما بتتعلمش كويس، ما بتسعاش كويس، لان هي مش منتبهه، لان انت لما تكون متعتقد ان في سلطه كبيره سندك طول الوقت مش هتبقى منتبه كويس، ولازم عشان تنجح لازم تبقى منتبه كويس. دي مش تفصيلة ثانوية، فكرة ان انت تبقى منتبه ومهتم جدا بكل صغيرة وكبيرة في حياتك علشان تتقدم وتنجح، فكرة مش ثانوية، دي فكرة اساسية في الحياة دي. يعني المجتمعات اللي بتنافسنا مثلا منتبهة جدا، فانت لو بتتعامل في واقع زي كده في عالم زي ده وانت بنص اهتمام، ده هيفقرك، لازم يفقرك، لان هم دلوقتي عندهم ميزة عليك، انت عندك نقطة ضعف وهي الدروشة، وهي الارتباط بالعالم الآخر. دي ده مثل واحد. أمثلة تانية بتخلي الدين يتسبب في فقر المجتمعات بتاعتنا، إن الدين نفسه بيحط قواعد عمرها 1400 سنة للحياة عموما، فهو بيبرمجك على نسخة قديمة مش عصرية أبدا. الدين مش مجرد إن أنت بتؤمن وخلاص، أو حتى بتتوكل على الله وخلاص، لا، ده هو بيطلب منك شوية حاجات كده ان انت تعملهم، وبيطلب منك قائمة من الممنوعات، التزام بقائمة كبيرة من الممنوعات. هذه القائمة من الممنوعات فيها حاجات كتير ضرورية عشان تنجح في حياتك. العبادات اللي الدين بيطلب من الناس ان هي تصرف وقتها فيها، ما الوقت ده هو الوقت بتاع الانتاج برضو، ما انت محتاج تنام كويس، محتاج تاكل كويس، محتاج تقضي وقت مع أسرتك أو مع أهلك، يكون عندك حياة اجتماعية، ومحتاج في نفس الوقت تشتغل وتنتج. فأنت هو بيسرق منك الوقت اللي أنت ممكن تصرفه للإنتاج والإبداع. يعني على سبيل المثال،
فكره ان الصلاه مثلا دي فريضه في الاسلام، لدرجه ان كتير من المسلمين او من المشايخ افتوا بان اللي هو ترك الصلاه يكفر، وده على كده معظم الحنابلة مثلا والخليج كله مقتنع بكده، ودول تانية كتير إسلامية إن ترك الصلاة يبقى كافر. فأنت مضطر إن أنت تصلي 5 فروض في اليوم والليل، وخمس فروض في اليوم والليلة متفرقين، مش بتصليهم فجأة، لا ده هو بيقطع لك اليوم بتاعك، بيقطع لك اليوم بتاعك. فأنت لو وكمان عايز تصلي في المسجد، يعني واجب الصلاة في الجماعة واجب، أو يقعد يزن عليك، فده بيقطع اليوم، بيدمر اليوم حرفيا، بيدمر اليوم. انت لما تكون عالم او باحث في المعمل بتاعك وبتعمل تجربه، ويجي يؤذن الصلاه فانت توقف الشغل بتاعك وتروح تصلي، دي كارثه كبيره، دي كارثه كبيره. انت وبعدين محدد لك الوقت، مش انت اللي تختار الاوقات دي، هو محدد لك الوقت عن الان موعد اذان العصر، عن الان موعد اذان الظهر، يعني انت من غصب عنك هتلتزم بميعاد هو محطوطك من 14 قرن. غير كمان الكبت الجنسي اللي موجود في المجتمعات الإسلامية، الكبت الجنسي معرقل جدا، لأن الشباب اللي عندهم هوس وبسبب الكبت الجنسي وجوع جنسي مش بيعرفوا يركزوا وينتجوا، وكل تركيزه دلوقتي هو مش هو مشوش بسبب الموضوع ده، وحياته الاجتماعية حياته مش سليمة، عنده كبت جنسي، عنده جوع عاطفي، ما عندهوش إنسانة في حياته يحبها، ودي حاجة أساسية في حياة الإنسان، وهي برضو المرأة نفس الحكاية، فدي مشكلة كبيرة. الكبت الجنسي مش بيدفع الإبداع، بالعكس هو مشوش جدا. جلد الذات اللي الدين بيسببه، أنت لما تكون عايش طول الوقت حاسس إن أنت مذنب في حق حد، لدرجة المازوخية، لدرجة إن حد جميل في حياتنا جميل قوي عمال يراقبنا 24 ساعة وخير وفي كل حاجة، وإحنا مقصرين طول الوقت في حق، إحنا مش كويسين. ده بيخلي ده بيزود نسبة الجريمة في الحقيقة، يعني ده ليه ارتباط بنسبة الجريمة والمخالفات الاجتماعية الكتير جدا في عندنا، لأن هو بيفقد الإنسان في ثقته في نفسه، بيحسس إنه هو مش كويس على أي حال، مهما عمل هو كده كده مش كويس. فكتير من الشباب بذات الصغيرين يقول لك ما هي بايظة بايظة، أنا أصلا كده فاسق، أنا عيل فاسق. ليه؟ هو عشان ما بيصليش، وعلشان بيعمل بي 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 بينظر الى البنات في الشارع متبرجات والعياذ بالله، والنظره زنا، فهو حياته اصلا كده كده ايه، ما جاتش بقى على المخدرات وعلى الرشوه وعلى القرف ده، ما جاتش على الايه، الحاجات دي كلها هي بايظه بايظه. فهو بيفقدك الثقه في نفسك اصلا، بيحسسك عايش، بيحسسك دايما بجلد الذات، وغير مشاكل كتير جدا بسببها الدين زي الاكتئاب. يعني الدكتور احمد عكاشه الجهبذ المصري المشهور في الطبيب النفسي بيقول احنا في مصر عندنا اكتئاب وطني، يعني الشعب كله مكتئب تقريبا، ما مش من فراغ، مش بسبب الفقر، لا بسبب الدين في الاساس. الدين والفقر، الدين بيسبب الفقر، لكن كمان الدين عنده علاقه مباشره بالاكتئاب، لان هو الاكتئاب مرض، يعني لو انت فضلت تجلد في نفسك وتحسس نفسك بالذنب ده هيؤدي بيك في النهايه للاكتئاب، وده اللي بيعمله الدين. لو فتحت المصحف عشان تقرا، الناس لما بتفتح المصحف تقرا فيه بتلاقي ربنا عمال يشتم فيهم، بس عمال يقول لهم انتوا مش كويسين. افتح المصحف دلوقتي معايا، تعال نجرب من اول المصحف لاخره، تعال نقراه من اول المصحف لاخره، او افتح المصحف بشكل عشوائي، شوف الخطاب بتاع ربنا للانسان، انت انسان حقير وانت مش كويس، انا اللي جميل وانا جميل جدا لدرجه ان انا اصلا وانا غني كمان عنك، انا اصلا انا خلقتك عشان تعبدني، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، بس انا غني عنك برضو، غني انت، انا بخلقك تعبدني لمصلحتك انت، بس انت مش كويس. ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. يعني هو عرض الامانه على السماوات وطنشت، والارض ومش مش مش نصحه ما قالت له لا مش لعبه، لكن الانسان قال له انا هشيل الامانه، فراح جاي قال له انت ظلوم جهول شيلها بقى. فتخيل نظرته للإنسان واحتقاره ليه، ده هيبقى تأثيره إيه عليك أنت وعلى طريقة تفكيره، غير إن هو ربط كل حاجة بالثواب والعقاب، يعني مشي الناس بالعصاية وسياسة العصا والجزرة، وديت سياسة تنفع تقود عبيد أو قطيع من الخراف، لكنها لا تبني،
لا تبني انسان، الانسان لازم يكون منتبه لضميره برضه، لازم يكون عنده ضمير يقظ، ولازم يعمل الخير بدافع حبه للخير اصلا، مش بدافع، لازم الانسان يتعود ويطلق العنان لضميره، لان ضمير الانسان قوي، ليه سلطه الدين بيطمسها تماما، الدين عايز يلغي ضميرك ويخليك موجه بافعل ولا تفعل وخايف من النار وطمعان في الجنه، ده مشوه للانسان اصلا، الانسان بيبقى اجمل لو انتبه لان هو عنده ضمير يقدر يستفيد منه. يعني الضمير بيضمر عند الانسان المتدين لما هو يتبرمج على افعل لوجه الله، وان ربنا بيراقبك وبيديك حسنات ويعد عليك سيئاتك وهكذا. انت مراقب طول الوقت. انا عايز اسالك على نقطه انت ذكرتها في الاول، انت قلت ان الدين بيبقى بيسبب مشكله في التفكير. طيب انت كان عندك الحسن بن الهيثم، الخوارزمي، البيروني، اسامي كبيره جدا، علماء في اغلب المجالات، واسسوا علوم اتبنت عليها علوم الحضاره الغربيه النهارده، كلهم كانوا مسلمين وفلاسفه ايضا والى اخره. ليه انت واخد الخط لاخره بتقول ان الدين بيعمل مشكله في التفكير وبيكون عائق من التفكير؟ يعني في عباقره كتير في العرب او في البلاد اللي هي يعني غزاها الاسلام وضمها للدول الاسلاميه، في عباقره كتير غير اللي انت ذكرت اسمائهم دولت، لولا انشغالهم بامور الدين وان هم بقوا مشايخ زي ابن تيميه وابن القيم وغيره، لكان زماننا برضو بنسمع عن اسماء تانية كمان في العلوم. الاسماء اللي حضرتك ذكرتها دي اسماء مش ناس كتير منهم تهم بالزندقه اصلا، وكتير منهم ما نعرفش اذا كان مؤمن ولا مش مؤمن اصلا، نظرا لان هو لو كان عنده موقف من الدين واظهره انت عارف مصيره ايه. يعني كان عندنا ناس برضو عقول كويسه كانت ممكن تضاف للناس دي واتذبحت، يعني الجهم بن صفوان او الجعد بن درهم او غيره، دول ذبحوهم علشان خاطر عندهم عقول مفكره. فاذا كان نجا كام عالم كده، هم مش كتير بالمناسبه، احنا بنبالغ في الحكايه دي، يعني بنبالغ في احنا مش امه منتجه للعلماء، يعني عندنا كام اسم كده فرحانين بيهم، لكن ما احناش يعني لو قارنت ما بيننا وبين اليونان مثلا، لا مقارنه لصالح اليونان بالتاكيد، يعني احنا كان عندنا كام حد جريء كده ومبدع، لكن ما احناش امه يعني مصدره للعلوم، يعني زي ما هم بيحاولوا يصوروا. عندي سؤال اسال ولا استنى؟ اتفضل. طيب سياسيا مثلا لما بتكلم مع وناس صحفيه وناس المفروض انها يعني متابعه اللي بيحصل في الشرق الاوسط، تقول لهم ايه حاله الاحتراق اللي احنا فيها؟ يعني ليه لبنان ولع؟ ليه اليمن ولع؟ ليه ليبيا ولع؟ ليه مشاكل في البحرين؟ ليه عندك مشاكل في سوريا؟ ليه عندك يعني المنطقه كلها تقريبا مولعه، الصومال، كل يعني كل المنطقه بتاعت المنطقه بتاعتنا، افغانستان، مشاكل في تركيا، يعني كل ما يعتبر الميدل ايست، احنا ما عندناش اي استقرار، او يعني حرفيا بنولع في بعض، يعني حرفيا كل دوله فيها حرب اهليه. اقول لهم ان المشكله سببها يعني ليه الدول دي عماله تولع في نفسها؟ يعني انا في رايي ده الدين. يقول لك لا، دي تدخلات خارجيه، ده الامبرياليه والاستعمار، يعني الردود اللي هي بتاعت اليسار السوفيستيكيتد اللي ساعات والله العظيم يعني انا بحب المناقشات بس ساعات ببقى عايزه احذفهم بطوبه، يعني مش عارفه اعمل ايه. بس انا اتعرفت على ناس ياسريين هنا في ايطاليا ما بيقولوش الكلام ده، عندهم مشكله مع امريكا مثلا، لكن مش لدرجه ان هم يقولوا ان سبب تخلف الدول الاسلاميه هي تدخل الغرب، يعني هم عارفين دور الدين كويس جدا في، فمش كل برضو اليسار زي بعض. الحركه مثلا الشيوعيه الايرانيه ما بتقولش كده، بتهاجم الدين بشكل قوي جدا وسافر، ودايما يقولوا ان المشكله في الدين مثلا الشيوعيين الايرانيين. كتابات منصور حكمت برضو اللي هو شيوعي ايراني ومؤسس الحزب الشيوعي الايراني، بيركز جدا في المقالات بتاعته في الكتابات بتاعته على دور المدمر للدين وفي ايران وغير ايران. فمش كل اليسار زي بعض، احنا عندنا يسار في مصر شمام كل زي ما بيقول،
يعني نوع رديء جدا من اليسار. المشكلة إن تجربة الزواج ما بين اليسار والإسلام حصلت عندنا في مصر بالفعل في التسعينات. حزب العمل اللي كان عندهم جريدة اسمها جريدة الشعب، والتجربة يعني فشلت فشل ذريع. يعني إن تبقى يساري وإسلامي في نفس الوقت، ديت الجواز الغريب ده حصل ونتج عنه طفل هجين وما نجحش سياسيا ولا قدر يعمل أي حاجة. مش صحيح عارف انت تفتكر الحزب دوت والجورنان دوت ولا لا، كان عندهم صحيح. هو مغالطه. هما هي الحكومات بتاعتنا برضه لما جت تروض اليسار في مصر لعبت فيه، لما لعبت فيه انت عارف، لما يكون انت برضه بتضغط، او الحكومات لما تكون عندها سلطة وتعتقل وتعمل وكده، تقدر تسكت ده وتخلي ده يتكلم، وتقدر تخلي ده يعدل الخطاب بتاعه، وتقدر. فهو الخطاب في بلادنا اصلا اليسار في بلادنا مش يسار اساسا. ازاي تبقى يساري ومؤمن بالله واليوم الاخر؟ انا مش فاهم اصلا ازاي تبقى شيوعي ماركسي مؤمن بالله واليوم الاخر اصلا. انا شفت شيوعيين رؤساء احزاب في مصر وبيصلوا، لا تعليق يعني. طب احمد، عندي سؤال تاني وهلقح بيه على الميم. بالنسبه لموضوع الستات، يعني من الحاجات اللي انا شايفاها طبعا النهارده، الدين الاسلامي يمكن كان بروجريسيف شويه عن المسيحي في فتره ما، بس النهارده هو من اهم الاسباب للعنف الصريح على الستات في العالم العربي. ولما بيقعدوا يقارنوا بأمريكا، أمريكا برضو بعتبرها مسيحية فنفس الفكرة، بس عندنا مثلا يعني مازن يقعد يقاوح معايا يقول لي لا والله الإسلام هو بس اتفسر بطريقة أبوية. لا لا لا، انا ما قلتش كده، انا ما قلتش كده، انا قلت في المقارنه، انا قلت ان الخطاب يعني كان النقاش اللي بيني أنا وبينك. متفق معاك على فكرة، أنا بس بغلط عليك. أنا لا، بس علشان بس الناس ما تفهمش غلط، انا قلت اللي قلته ان مفردات الخطاب النسوي جايه من ثقافه مسيحيه، فعلشان كده لما بتيجوا تقولوا نفس الخطاب دوت، لما بترجموه بالظبط وتيجوا تقولوه بالعربي، بيحصل بين المتلقي وصاحب الخطاب او صاحبه الخطاب، بيحصل عمليه فصل. يعني لما تيجي تقولي كلمه زي البطريركي، احنا ما عندناش نظام بطريركيه في الاسلام، ده مش موجود. لا عندنا يا ما... يا لهوي يمين ونايم. معلش، ما انا بتكلم على اللفظه. هل اللفظه ديت، هل المفرده دي لما انت تقوليها بيجي في دماغ المواطن العربي الفكرة عشان التنظيم المواطن الديني العربي جاهل مش فاهم ان هو تحت يا نظام ستي؟ طيب حيوي. دلوقتي يبقى، طب علميه وعرفيه يعني ايه نظام لا مش البطريركي اللي هعلمه، احنا موجود. بس هنخرج الحتة دي. الفكرة اللي عايزة اقولها انه خليني بس احنا اكمل، خليني اكملك بقى، بما ان اوكي انت غلست عليا، بس عشان الحتة دي بس مهمة. لما تيجي تقولي كلمة النظام الأبوي، كلمة الأبوي ديت في الثقافة العربية دي كلمة لطيفة جدا، دي مش كلمة وحشة. فانت لما تيجي ده اللي انا كنت بقوله، ان انتوا لما بتتكلموا بخطاب مترجم زي ما هو، يعني الفكره، عارفه الفرق ما بين الترجمه والتمصير في الروايات اللي كانت بتتعمل؟ انتوا محتاجين تعملوا حاجه زي التمصير، بس كل حد باللغه بتاعته، بس الترجمه بتعمل فصل كده، لان الخطاب النسوي اللي طلع بره المفردات بتاعته يعني بتهاجم بالاساس حاجات موجوده في الثقافه المسيحيه، ملهاش شبيه بالظبط في الاسلام. انا ده كان اللي كنت عايز بقوله لك في النقاش اللي بيني وبينك في الموضوع ده. تمام. لا انا كنت بهرج معاك طبعا. انت بس لما بتقول حاجه زي ان الابويه دي كلمه لطيفه، ما هو مثلا في الثقافه عندنا ضرب الاطفال ده حاجه لطيفه، ان الطاعه العمياء للاهل دي حاجه لطيفه، مع انها لا بره لا لا دي لا شايمه، معلش، في مش فرق معنى بين، كده. ايوه معلش بس، في فرق في المشكله فرق في فرق عن الثقافه بتاعتنا هي اللي فيها مشكله، مش بس في في ثواني النظم، ثواني مش في المفروض فرق ما حدش اغيره. بيقول ان ضرب الاطفال حاجه لطيفه، بس بنقول ان هي ما هياش مضره قوي، او بنقول ان في ناس ضربت وطلعت عادي، وان مش كل الضرب ده اللي بيقولوه، بس ما بيقولوش ان هو حاجه لطيفه. اما كلمه ابوي، يعني اغلب الناس بتحب ابهات. يعني لما انت تسمع كلمه ابوي يا احمد، الاول معنى يعني بيجي في دماغك ايه؟ الرعايه، الحنيه، الظهر، صح ولا انا غلطان؟ ايوه، الا اذا كنت انت عارف المصطلح ده بيعني ايه. انت لو هو ده اللي انا بقوله، ان لو المصطلحات ديت لما احنا بيجوا يتكلموا بنتكلم بيها طبعا، ناس، الناس دي ما تعرفش الكلام دوت، ناس تسمع الخطاب ده لاول مره تاني مره، الناس ما يعني كلمه ابوي دي ما بتعملش في الذهن معنى وحش. يعني لما عندنا تكون بتخاطب المثقفين مثلا او بتكتب ممكن تستخدمها، لو بتكتب في موقع زي الحوار المتمدن او كده، لكن لما بتخاطب مثلا التيك توك لا.
اتفضلي يا طيب استاذ. مع اتفشن طلعنا بره النقطة برضو. تاني لأحمد، النهاردة اللي حاصل للمرأة، أنا شخصيا قبل يعني أنا المرأة بس مقررة كنت عندي تعليق، معلش أنا آسف، على نقطة الحرائق اللي في البلاد بتاعتنا، اللي بيقول لك إن هي الدين خارج المعادلة. لا، أنت بقى محتاجة تقعدي معاه وتدرسي حالة حالة بقى، تكلمي على البحرين مثلا، مين اللي بيتآمر في الموضوع؟ هو صراع سني شيعي واضح جدا، كل ما تتعمق فيه تفهم إن هو صراع طائفي، كل ما تتعمق أكتر وتطلع أكتر هتعرف ان هو صراع طائفي. روح بنفسك البحرين وشوف المشكله على ارض الواقع، هتلاقيها مشكله طائفيه ما صرفه. في اليمن نفس الحكايه، الحوثي الصراع الايراني العربي صراع اصلا بسبب الطائفيه، صراع اصلا بسبب الطائفيه. النظام الايراني نظام طائفي بامتياز، ومتطرف متعصب، مؤمن بولايه الفقيه، ومسائل كلها خطيره على المنطقه السنيه، لانهم برضو في نفس الوقت مش عاوزين يمتد او الثوره ديت او الافكار دي تصدر لبلادهم. فالصراع ده وقائم بقاله من ساعه ما حصل الانقلاب الاسلامي او ما يسمى بالثوره الاسلاميه في ايران، في كل الدول، في الصومال، في افغانستان، في كل الدول دي السبب هو الاسلام بشكل مباشر. يعني حتى في ليبيا، ليبيا المشكله بتاعت الاسلاميين في الحقيقه، دي مش هتسمعيها كتير من السياسيين، لكن المشكله في ليبيا ان بعد ما اطاحوا بالقذافي، الميليشيات الاسلاميه عايزه تقيم دوله اسلاميه في ليبيا. اوروبا مش موافقه على الموضوع ده طبعا، والدول المجاوره مش موافقه على الموضوع ده، تونس من الغرب ومصر من الشرق مش موافقين على الموضوع ده، لكن وبيحاولوا يلتفوا على الأزمة دي، على المشكلة دي، وعلى الرغبة دي في إقامة دولة إسلامية على أنقاض حكم القذافي. والانتخابات اللي هي بقى لهم قد إيه عايزين يعملوها مش عارفين يعملوها، علشان برضه هتفرز في النهاية نتائج كارثية، هتوصل الإسلاميين للسلطة زي ما وصلتهم ليها، سواء كان فعندك عناصر كتير حتى من الأشخاص الموجودين في المشهد في ليبيا هم أصلا إسلاميين وأفكارهم إسلامية حتى لو ما صرحوش بكده، ودول برضو بيخافوا من ان هم يوصلوا للسلطه بشكل او باخر. لو وصلوا للسلطه في ليبيا هتبقى كارثه، دوله عندها موارد اقتصاديه في حاجه، عندنا بؤر للتطرف غنيه جدا في افريقيا، فالمساله حساسيتها اصلا وكلها بسبب الدين، لكن السياسيين ما يقدروش يقولوا كل الحاجات دي بصراحه. الصراع في مصر اصلا كمان من ايام عبد الناصر ما بين الاسلاميين وما بين العلمانيين. يعني عبد الناصر كانت مشكلته الاساسيه هي الاخوان، السادات مشكلته كانت الاخوان والاسلاميين عموما، مبارك كان مشكلته برضو كان في مشكله مزمنه مع الارهاب برضو مع التيارات الاسلاميه، في مرسي كان رئيس اسلامي اصلا كان عايز ينقل البلد نقله قبيحه جدا الى الوراء 1400 سنه. بعد كده بعد ما تمت الإطاحة بيه، في صراع مر ما بين بقايا الإخوان والإسلاميين معاهم كلهم وبين السلطة الموجودة دلوقتي. في خضم هذا الصراع تم تقييد حرية التعبير وتقييد الحريات بصفة عامة، لأن برضو أنا مش بقول ده مبرر يعني للنظام علشان خاطر يعمل أي تجاوزات أو كده، لكن في النهاية السبب في تقييد الحريات، السبب الرئيسي في تقييد الحريات في مصر والاعتقالات وما الى ذلك هو الاسلام السياسي، ان لو في اي حريه، لو في مناخ حر في مصر، اول ناس هتستغله هي الاسلاميين عشان يوصلوا للسلطه. في كل البلاد، في تونس ازمتها الاقتصاديه سببها 10 سنين من تسلط حركه النهضه، وفي الوقت الحالي في صراع كبير جدا ما بين السلطه والاسلاميين، وده سبب ان يعني النظام الحالي قيس سعيد لا ما لقاش اي طريقه ان هو يحجم الاسلاميين غير بان هو يقفل حنفيه حريه التعبير وحريه والممارسات يعني والديمقراطيه بصفه عامه، يعني قلبها ديكتاتوريه وقال لهم خلاص مفيش حل غير ان انا احطكم في السجن، مفيش حل غير كده مثلا. ونفس الحكايه اللي بيقول لك احمد، اللي انتوا بتقولوا بالديمقراطيه، طب ما لو عملتوا انتخابات ديمقراطيه الاسلام هو اللي هيكسب. لا، ما هي الديمقراطيه ما ينفعش الديمقراطيه تبقى للاسلاميين. الديمقراطيه
انت هتستثنيهم ليه؟ حسسنيهم لان هم ضد الديمقراطيه، حسسنيهم لان هم اصلا عندهم مشروع ضد الديمقراطيه. انت لازم تكون مؤمن بالديمقراطيه عشان تمارس الديمقراطيه. طب ما هم وصلوا في المغرب ومشوا، يعني كانوا هم الاغلبيه وشكلوا الحكومه في المغرب اللي قبل الحاليه، ولما خسروا وسلموا السلطه للحكومه اللي بعدها. وصلوا سلطه نسبيه، وصلوا سلطه نسبيه، المملكه تبقى مملكه في المغرب، السلطه بتاعتهم كانت نسبيه. يعني هم كان عندهم هامش من هامش من السلطه. طب وتونس يا احمد ما هم سلموا برضو؟ لا تونس ما سلموش الا بعد ما قائد سعيد جاء ضربهم بالجزم، ما سلموش السلطه. تونس ما يعني كان تاثير حركه النهضه فيها قوي جدا على البلد نفسها وعلى سياسات الحكومه، لحد ما جاء قيس سعيد طحبيهم بشكل غير قانوني في الحقيقة. يعني قيس سعيد، بس قيس استلم. وقيس السعيد في البداية ما استلمش السلطة من النهضة. قيس سعيد هم خسروا في الانتخابات، لكن قيس سعيد هم اللي نجحوه أساسا، نجح بأصواتهم أساسا، لأنهم ما كانوش يعرفوا إن هو خازوق. فلما فاز هو اطاح بيهم بشكل غير قانوني غير دستوري احيانا. وزير دفاع بنكهه الثوره. بالظبط. الطريقه الملتويه دي في الطريقه في التعامل مع الاسلاميين سببها ان المشكله الاسلاميه في التحديد، بالتحديد ان الشعب عايز الاسلام، الشعب نفسه عايز الاسلام، وهم التيارات دي بتقتات على الموضوع ده وبتضحك على الناس، تقول لهم احنا مش ضد الديمقراطيه، احنا مع الديمقراطيه، بس هم في الحقيقه ضد الديمقراطيه. هم ديمقراطيه ايه وربنا موجود يعني؟ طب واللي بيقول لك احنا عندنا الاسلام مش دين ودوله بتقول له، هتقول له ايه يا احمد؟ في ناس كتير بيقول لك لا احنا عندنا الاسلام ده دين للتعبد، وموضوع اقامه دوله اسلاميه ده مش موجود في الدين الاسلامي. في ناس عايزه تعمل كده بس ده مش اساسي يعني. انا اتمنى ان هم ينجحوا، بس هم ما بينجحوش ليه؟ طيب يعني هم ليه الناس تيجي تكلمها الانسان العادي يقول لك شرع ربنا يحكم طبعا، ليه الخطاب ده ما بيقنعش الناس؟ ما انا بسالهم هم السؤال ده، يعني ليه هم مش ناجحين في استقطاب الناس؟ هيقول لك علشان السياسه، النظام السياسي والقمع الدكتاتوري اللي موجود ما بيسمح لناش نشتغل سياسه، واحنا ما بنشتغلش تحت الارض، الاسلاميين هم اللي بيشتغلوا تحت الارض، فهم اللي بيبقوا عاملين شعبيه. فهيرجع لك ان الموضوع تاني مره المشكله هي في السياسه مش في الدين. مين قال لك ان هو النظام ما بيسمح لهمش ان هم يشتغلوا سياسه؟ الناس دي اللي بتقول ان الناس اللي هي ضد الاسلام السياسي، العكس، ده هم مدعومين جدا، والخطاب بتاعهم مدعوم في الاعلام الرسمي وغير الرسمي، يعني في قنوات بدون ذكر اسماء توجهها اصلا ان هي تنصر الخطاب ده، ومع ذلك النتيجه صفر. في قنوات بتصرف عليها ملايين وما بتتشافش، وهدفها كده، هدفها ان الدين يبقى في المسجد وضد الاسلام السياسي. ما بينجحوش. السبب في عدم نجاحهم ان القران نفسه واضح جدا في النقطه دي. هيقول لك ان ده فهم بعض الناس، لكن يعني في افهام تانية، في تفسيرات تانية، في تاويلات تانية للقران. يعني لما القران يقول ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، يعني لفظه الشريعه الاسلاميه موجوده في المصحف نفسه. هيقول لك ده خطاب للنبي مش خطاب لما بعد النبي محمد، عنده مهرب. يقول لك ده خطاب للخاص مش خطاب للعام. أتمنى لهم التوفيق يعني. طيب أنا هقول لك، أنا برد بإيه في الموضوع ده؟ أنا لما بيتم سؤالي أو توجيه الأسئلة دي ليا، اللي أنا بقوله إن العقلية العربية، سواء كان العربي مسلم أو مسيحي، بس العقلية العربية، أنا شخصيا بقول إن الدين إسلام أو مسيحية بيشكل على الأقل 60% من العقلية العربية. لو هنكون منصفين، لا ده هو بيشكل من 80 ل 90%، بس لأسباب الجدل هنخليها 60%. تمام. هل حد ممكن يختلف ان الدين بيشكل من مكونات العقل العربي 60%؟ في الحالة ديت انا بقول بما ان احنا الواقع بتاعنا مزري،
على كل الأصعدة، ثقافي، سياسي، اجتماعي، فني، اقتصادي. فأنا ما ينفعش إن أنا أروح أعالج مكونات تشكل 5 و7% من العقل العربي وأسيب لوكشة هي 60%. أنا ال 60% واضح، بما إن أنا في عندي مشكلة النهاردة في كل الدول العربية على كل الأصعدة ديت، فواضح إن المشكلة في اللوكشة كبيرة. أنا لو عايز أصلح لازم أبتدي أصلح من الكتلة دي، من ال 60% دي، اللي أنا شخصيا شايف إن هي بتوصل ل 90%، بل أكتر من 90% كمان مع العقل العربي المسلم. ما ينفعش إن أنا أروح أدور بقى على شوية حاجات تانية ليها علاقة بالتعليم، بالسياسة، بالاقتصاد، وأسيب الجزء الحاكم على الحاجات دي كلها. أنت لما تيجي تجيب حلول اقتصادية معينة، لما تيجي تحط قانون ليه علاقة مثلا بنقل الأعضاء، بتجميد بويضات، بغيره بغيره، بتبني، بأي مشكلة، أي مشكلة سياسية، عايز تجيب استثمارات، عايز تعمل نوع من أنواع السياحة، عايز أي حاجة، عايز أي حاجة تعملها، هيطلع لك الدين. أنا مؤخرا، دي حاجة أنا ما كنتش أعرفها، أنت عندك كلية فنون جميلة في مصر زمان ولحد الستينات، بل لفترة من السبعينات كان مسموح في الكلية إن المودلز الرجالة والستات اللي بيجوا ياخدوا بوزس علشان الطلبة يتمرنوا على الرسم وعلى النحت، والمودلز دول اللي بيجوا لازم يقفوا يعملوا بوزنج يعني عريانين زي التماثيل اللي انت بتشوفها في اوروبا كلها، تمام، علشان تتعلم يعني العضلات وشكل العروق و الى اخره لطلبه فنون جميله وفنون تطبيقيه. اللي عرفته ان من منتصف السبعينات تقريبا الموضوع ده اتمنع في كل الكليات في مصر. انت حتى على صعيد حاجه زي الفن والنحت والرسم، انت في وسيله من الوسائل التعليميه المعتمده في كل الكليات تقريبا في العالم في الموضوع دوت اتمنعت. فانت دايما بيطلع لك لما بتيجي تتناقش مع حد في اي حاجه، سياسه، اقتصاد، ثقافه، طب، فن، بيطلع لك حاجه انا بسميها winning divine card، الكارت الجوكر، كارت الجوكر اللي بيكسب، او الولد اللي بيقش اي حاجه على الترابيزه. الولد دوت هو ربنا بيقول او ربنا بيقول حرام، يعني ده حرام وده ما يرضيش ربنا. هنا انت ما فيش عندك مساحه تتناقش، خلاص هو طلع لك كارت الهي بيكسب اي حاجه تانية. فانا ده بيكون الرد بتاعي بصراحه في النقاشات اللي من النوع ده. صحيح. الاستاذه شيماء عندها حاجه تانية؟ اسئله تانية عندي لأحمد؟ حاجات كتير، عندي حاجات كتير. طب اتفضلي قولي. احمد يزهق اول ما يزهق قول لي. طيب عشان ما احنا ممكن احنا كده تقريبا بقى لنا 50 دقيقه، فممكن بتهيألي 10 دقائق ربع ساعه كمان، فاتفضلي اسالي لو سؤال تاني. اوكي يا احمد. صحيح صحيح، اتفضلي. اوكي طيب. عندي سؤال اللي بس بتقله دلوقتي، يعني احنا لو بكره سيبنا الدين مصر هتتقدم؟ ده أول سؤال. تاني سؤال، أنا بقولك الأسئلة مثلا اللي بتتسألي اللي بحسها مستفزة شوية، لكن أنا سؤال ده أنا بجد بقى بسأله. أنا جيت هنا عشت في إنجلترا وشفت بنفسي الجيل التاني والتالت من ناس هربانة لاجئين من المناطق عندنا بسبب الدين. عيلة مثلا، أنا شفت عيلة سودانية هربانة كانت من الانقلاب اللي حصل، وأهلهم كلهم اتذبحوا في الانقلاب الإسلامي اللي حصل في السودان، وجم لاجئين هنا على إنجلترا وملحدين، يعني الراجل ومراته ملحدين، ولادهم كلهم انضموا لسوريا عشان يدافعوا عن إخواتهم المسلمين. البنات اتنقبت وراحت حاربت في سوريا، الولاد راحت حاربت. فاللي حاصل هنا اللي احنا شايفينه النهاردة في يوروب، من إن في ناس، يعني أنا النهاردة بشوف، أنا لو جيت اتولدت، يعني أنا شايف إن مشاكل حياتي كلها أنا اتولدت في الشرق الأوسط، إن أنا بنت واتولدت في الشرق الأوسط. لو كنت اتولدت هنا كانت حياتي مختلفة. لقيت لا، لقيت انه في يعني بنات هنا كتير ومش بتروح للفيرجن الاسلاميه الحلوه، يعني عارف في فيرجن كلنا عارفينها اللي هم اللي بنسميها المسلمين الكيوت الظريفه دي، مش دي الفيرجن اللي بيتحول لها الناس هنا، هو بيتحولوا للفيرجن اللي هي باسلام سياسي. انت شايف في رايك ده كان سببه ايه؟ لانه دي انا يعني قعدت افكر فيها كتير. انا لما اتكلمت هنا مع اجانب، انت عارف هم عندهم النرجسيه بتاعتهم اقل من عندنا شويه، فبيقول لك المشكله فينا احنا، ان احنا المجتمعات بتاعتنا رفضتهم او ما عملت لهمش اندماج جامد فراحوا انضموا لداعش. وانا بالنسبه لي الدبي دي صراحه doesn't make sense. يعني انا يعني انت واحده هنا مولوده ان انت حره ومساويه وجسمك جسم بني ادم عادي، تروحي تتنقبي وتقعدي في داعش؟ يعني كانت صراحة دبيت غريبة جدا. فدول بتهيألي السؤالين اللي جم في دماغي وانتوا بتتكلموا. هو في بؤر إسلامية في أوروبا سامة جدا،
فلو الشباب من الجيل ده كان لهم اصدقاء من الـ من الـ من الـ من البؤر دي، ينتموا للبؤر دي، ممكن ياثروا عليهم للاسف. وبعدين الشباب في السن الصغير بيكونوا عرضه للانحراف احيانا في اتجاهات شتى، يعني مثلا ممكن يتعرفوا على مجموعه من المدمنين المخدرات مثلا فيدمنوا فتره من الفترات. فالمشكله في الاهل، يعني هم دول الاهل، يعني اهل الاسره دي مثلا ملحدين، لكن هم ما عرفوش ان هم يحافظوا على اولادهم من ان هم ينخرطوا مع او ينضموا للمجموعات دي، او يبقى لهم صحاب من المجموعات دي، المجموعات الاسلاميه اللي هي وضعها مختلف، اسر ثانيه وضعها مختلف عن الاسره دي. يعني الاسره اللي انت بتقول ان هي اسره ملحده، لكن في اسر ثانيه بتيجي من باكستان، بتيجي من مصر، بتيجي من كده، وبتفضل قافلة على نفسها وعندها مشاعر كراهية تجاه المجتمع اللي هي عايشة فيه، محتفظة بيها بشدة، يعني متمسكة بيها بشدة، دول كفار ودول مش كويسين أصلا، مش زينا، احنا أحسن منهم بكتير جدا. وكمان وعندهم حقد على التقدم والتفوق بتاعهم، وحقد على قدرتهم على الحرية اللي هم عايشين فيها. يعني حاخدين على نمط الحياه بتاعهم اصلا، اللي في حريه، في ان البنت تلبس براحتها، في الكلام ده، وهم عندهم مفاهيم في منتهى الرجعيه جايبينها من بلاد اصلا شديده الرجعيه زي باكستان مثلا، وشديده العنف في الحقيقه، بيحتفظوا بالافكار دي. فانت لو ابنك مثلا ما انتبهتش ليه وانضم لمجموعه من المجموعات دي، او انخرط معاهم، او دخل في صداقه مع ناس من المجموعه، هيسمموا افكاره بسهوله، ممكن لفتره من الزمن، وبعد كده يفوق ويرجع تاني للطريق السليم. وممكن بعد فوات الاوان لو هو انضم ليهم وراح مثلا لجماعه متطرفه حارب معاها وضاع. في 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 شباب، يعني في ولد مثلا تعرض لتنمر في المدرسه، انا اعرفه، يعني تعرض لتنمر في المدرسه، وبعدين من طالب كان بدامه، هو شخص مسالم جدا، والولد ده متنمر جدا. الولد اللي هو المتنمر ده يعني من اهل البلد، من سكان البلد، مولود في البلد ومن اهل البلد واجداده من البلد. الثاني الطيب ده غلبان، من أسرة إسلامية مهاجرة، فهو رد فعله كان إن هو اتخذ أصدقاء من مجموعة إسلامية موجودة، أو من مجموعة متدينة منعزلة قافلة على نفسها، مش يعني متفاعلة مع المجتمع، قافلين على نفسهم كده، وفعلا قدر إن هو يخليه كده، مع إن أسرته كانت ملحدة برضه. لكن هو في النهاية بعد فترة من الزمن فاق بقى من الموضوع ده، ورجع تاني للأسرة، فهم ان الدين برضو خرافة والحاجات دي، ورجع تاني بقى كل أصحابه دلوقتي ما فهمش واحد بس مسلم، كل أصحابه من أهل البلد اللي كان فيهم، اللي هم واحد منهم تنمر عليه في يوم من الأيام وخلاه ياخد يعمل رد الفعل ده. ففي حوادث زي كده، بس عموما يعني لا، عموما مثلا هنا في إيطاليا الجيل اللي التالي والجيل، يعني الأجيال اللي هي اتولدت هنا في إيطاليا مش متشددة، بالعكس كتير منهم حتى لا دينيين. يعني السؤال الأول بتاع شايمة كانت بتقولك يعني احنا النهاردة لو الدين اتلغى في مصر، مصر هتتقدم؟ ده كان السؤال الأولاني بتاعه. مصر هتتقدم طبعا، بس مش فجأة هتتحول مصر لسويسرا مثلا، لا، هي هتتقدم علشان خاطر اتحررت من عائق في طريق تقدمها، اللي هو المفروض يكون صعب في الأساس. يعني مصر ده تحدي صعب علشان خاطر تبقى دولة متقدمة، لكن بيزيد الصعوبة بتاعته كتير جدا إن الدين، الإرث الديني ده، فإحنا ورثنا من الدين تركة تقيلة جدا، ورثنا ديون، ورثنا بيروقراطية، ورثنا حاجات كتير جدا سيئة. فلما لو الدين اختفى هنحتاج بقى ان احنا من اول وجديد نبدأ نبني على نظافة، ده هياخد وقت، يعني مش بكرة هتبقى مصر كذا. طيب في اسئلة تانية للأستاذة باحثة اسلامية؟
لا ميرسي بجد، انا انبسطت قوي بالحوار ده بامانه، وانا انت عارف انا بحب احمد قد ايه، انا طول النهار بتفرج على الفيديوهات بتاعتك وبشوف دمك خفيف، وانا كنت متابعاك لما كنت في مصر زمان، وكنت انا حسيت ان اللي عملوا لك قلق لانه انت قريب للقلب، يعني الناس كلها حست ان انت من بيتهم، وبجد انا مبسوطه، ميرسي بجد، وميرسي يا ميم على اللقاء الحلو ده، ويعني انا هقعد بقى اسمعكم، يا رب تكملوا شوية. شكرا لي، شكرا يا شيماء، نورتينا يا ست شوية دول، ميرسي لك يا ست. شكرا للإطراء، شكرا جزيلا. طيب نرجع مرة تانية للموضوع بقى يا أحمد، زي ما كنا بنتناقش فيه برضو، يعني إحنا ما كناش طلعنا بره، ما زال الكلام في إطار الموضوع. نعم. الكلام حوالين موضوع العلم والدين، وإن الدين عائق قصاد التقدم العلمي مثلا، إحنا ما نقدرش نثبت الكلام دوت بأي طريقة. يعني انت لما ذكرت لك اسامي بعض العلماء من تاريخ العرب والمسلمين، انت قلت ممكن يكونوا مش مسلمين، بس احنا ما نعرفش هم احنا ليه نحكم بالظاهر. الظاهر ان هم كانوا مسلمين، وان بعضهم حتى ليه كتابات في بعض الفروع. زي مين مثلا؟ زي مين اللي كتبت في بعض الفروع؟ والله البيروني مثلا، اعتقد البيروني كان ليه كتابات في الاسلام. كتير منهم كان لهم كتابات ضد الإسلام بأسماء مستعارة، أو بينتحلوا صفة ناس تانية عشان يطرحوا الأفكار بتاعتهم، يعني يقول لك ده رأي العدميين مثلا، ويقعد يسرد هو الأقوال بتاعتهم على ألسنة الآخرين علشان خاطر ما يعاقبش، زي الرازي مثلا. فدي نماذج ما تقدرش إن أنت تعمم، يعني عندنا كام اسم مثلا، تقدرش انت تقول ان هم كلهم كانوا متدينين او كانوا مسلمين بالفعل يعني. وممكن يكون في مسلم واحد او اثنين او ثلاثة، علماء الاسباب مختلفة يعني يقدروا ان هم يخرجوا من دائرة الفشل يعني، ممكن جدا، بس يعني ده الاستثناء اللي بيؤكد القاعدة يعني. طيب واللي هيقول لك ان الاقتصاد عامل مهم والاقتصاد هو سبب المشاكل مش الدين، وهيضرب لك مثل بدوله زي سلطنه برونوي، ده لو دوله غنيه جدا فالاقتصاد بتاعها كويس، فالناس بتوعها مش فقراء، ما فيهاش اي مشاكل دينيه، ولا المواطنين بتوعها بيسببوا اي مشاكل ارهابيه حوالين العالم والى اخره. فهيقول لك ده 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 نموذج على ان الرفاه الاقتصادي هو السبب في التشدد، يعني هو عكس التشدد وعكس التطرف وعكس الارهاب مش الدين. اهو سلطنة برونوي دول دولة مسلمة جميلة واقتصادها عالي جدا، فالناس فيها ما بتعملش ارهاب ولا عندهم مشاكل ارهابية ولا بيصدروا ارهابيين ولا اي حاجة. انا ما اعرفش السلطنة دي، لكن انا رحت الخليج، انا عارف الخليج، الخليج غني جدا جدا جدا، لكن عنده نفس المشاكل بتاعتنا، نفس المشاكل، بالعكس يعني بلد زي السعودية، وده باعتراف حتى السعوديين المتنورين وحتى الحكومة نفسها يعني، عانت كتير بسبب الإسلام السياسي، وصدرت متشددين لكل حتة معالم. عايز أقول لك إن هم ملوك الإرهاب يعني، والمرأة في السعودية رغم كل الغنى اللي هي فيه بتواجه مشكلات كتير جدا، وضعها سيء جدا 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 رغم كل الإنجازات ما بين قوسين يعني اللي هي حققتها، لو ان احنا اعتبرنا ان سمح ليها بقيادة السيارة اصلا انجاز يعني. طيب لما تتكلم على ان انت بتحارب مؤسسة وايمان متجذر عند الناس بقاله مئات السنين والاف السنين اللي هو الدين، وان دي الحاجة اللي هم بيعتمدوا عليها علشان يزقوا اليوم، علشان يعدوا اليوم بتاعهم، وان انت بتنزع عنهم الامل في عداله في حياه تانية، في حياه تانية افضل من الحياه اللي هم عايشينها، وفي المقابل انت ما بتقدم لهمش اي حاجه. انت كالحاد انت ما بتقدمش لا منظومه اخلاقيه، ما بتقدمش منظومه اقتصاديه، ما بتقدمش منظومه اجتماعيه، انت ما بتقدمش اي حاجه، انت عايز تاخد منهم الدين اللي بيقدم لهم حلول في كل الجوانب ديت، وتسيبهم واقفين في الطل لوحدهم كده. ده تقدر ترد عليه تقول له ايه؟ انا باخد منهم المخدرات، باخد منهم المخدرات او الممنوعات دي، واسيبهم يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي، مش ضروري ان انت يعني، مش دورك ان انت تقدم لهم حلول يعني، بس انت دورك على الاقل ان انت تاخد منهم المخدرات دي،
لان دي مش بتساعدهم. فالدين مش بيساعد المجتمع يعني، هو عنده وهم زائف ان هو في حياة اخرى هيعيش بشكل افضل فيها، بس ده مش بيساعده. الوهم ده مش بيساعده. الوهم ده لوحده كده ممكن ما يكونش فيه مشكلة، لوحده كده ممكن ما يكونش فيه مشكلة ان انا اكون متعلق بامل زائف، لكن هو هي باكج، هو اصلا مش مجرد وعد بالاخرة الدين. لا، ده هو الدين بيقول لك انت مقابل بقى الوعد ده انا عايز حياتك كلها، انا عايز كل حياتك من اولها لاخرها، انت ملكي، انت عبدي. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، انت يومك كله بتاعي انا. وهذه المشكله. فالدين لو قدم، انا عايز اقول لك على يعني خلينا نضرب مثل، لو حد وعدك ان انت ان هو عنده عقار بيرجعك شاب تاني في يوم من الايام، هو هيدي لك العقار ده. لو الناس عاشت على الامل ده، لو الناس عاشت على الامل ده، هو امل زائف في الحقيقه. لكن كمان بقى لو الشخص اللي بيقول لهم انا هدي لكم العقار ده عايز منهم فلوس مقابل كده، لدرجه ان هم يبيعوا هدومهم حرفيا علشان يدوا له الفلوس دي علشان ياخدوا العقار دي، هنا احنا قدام عمليه نصب تاثيرها مدمر جدا، لان هو مش هيدي لهم العقار ده عشان هو كذاب في النهايه، بس هياخد فلوسهم بس. هو دي الحالة الدينية، ان الدين صادر حياتهم كلها وباع لهم الوهم، وده اللي احنا مش عاوزينه، وده اللي احنا بنحاول نحاربه بس علشانهم هم. طيب انا عايز اسالك سؤال شخصي بقى، من ساعه ما وصلت ايطاليا هل حصل ان انت وانت ماشي في الشارع وانت في السوق وانت في اي مكان هل في عرب اتعرفوا عليك؟ يعني انا بقى هل في ناس لما شافوك عرفوك؟ انا اتعرف عليا في الكامب الفتره المؤقته الصغيره اللي انا عشتها في الكامب، بعد كده انا سبت انا ما عشت في الكامب فتره طويله يعني. كانوا بيتعرفوا عليا الناس اللي جايين من مصر بالذات يعني او تونس. كانوا بيتعاملوا معاك ازاي؟ ما هم اصلا بيبقوا وضعهم هش جدا كطالبي لجوء يعني، فهم مش عاوزين مشاكل اصلا، فهم كانوا بيتعاملوا معايا طبيعي يعني، ما كانش في اي يعني لو في حاجة تبقى من تحت لتحت يعني ما بعيد عني. لكن أثناء ما أنت بقى من ساعة ما طلعت من الكامب دوت ما فيش حد تعرف عليك؟ ما فيش أنا بقى بعيد عن المجتمعات الإسلامية هنا أو التجمعات الإسلامية تماما، لا بروح الأماكن اللي بيروحوها ولا بحتك بيهم إطلاقا يعني. كل اللي أعرفه من هنا من العرب لادينيين أساسا. إيه ده بجد؟ في يعني في طريقة بتتجمعوا بيها؟ تعرفت ازاي على لادينيين عرب عندك؟ هم بيعرفوني يعني، كتير من اللادينيين العرب عارفيني انا، فتعرفت عليهم عشان هم بيعرفوني، وانا ناشر رقم تليفوني مثلا على القناه وناشر في كل مكان، فهم بيتصلوا بيا فبنتقابل يعني. والله اتمنى لك كل التوفيق في الحياه الجديده بتاعتك يا ابو حميد، وانا مستني الوعد بتاعك انك تشوف الحلقات بتاعت سلسله شادو ربابة، هتفرج عليها، تعمل لها داونلود كده على التليفون عندك تسمعها وانت في الشغل وانت رايح وانت جاي في المواصلات يعني. مستني رايك فيها بصراحه. اوكي تمام، هشوفها اكيد. وشكرا جزيلا على اللقاء دوت، وبعد ما تشوف الحلقات ممكن نقعد نتكلم فيها، ممكن نعمل حلقه نتناقش فيها لو تحب يعني. تمام، جميل جدا، شكرا ليك صديقي. شكرا ليك يا ابو حميد. واللايف ده يا جماعه هينزل بالكامل على قناه احمد، وانا مثبت اللينك بتاع قناه احمد حرقان في التعليقات، وهثبته دلوقتي بعد اللايف كمان في الكومنتس، لان احمد كان عنده قناه قديمه واتقفلت وقناه ثانيه كان فيها مشاكل، فالقناه الحديثه بتاعت احمد انا هثبتها في الكومنتس بعد اللايف ما يخلص، علشان ان الناس كلها تقدر تلاقي القناه الجديده بتاعت احمد وتشترك فيها. وشكرا يا احمد مره ثانيه على تلبيه الدعوه بجد. شكرا لك يا صديقي العزيز، شكرا لك. تحب تقول اي حاجه قبل ما نقفل؟ شكرا لك وشكرا لكل الاصدقاء اللي تابعونا، ممتن لك على هذا اللقاء. شكرا جزيلا لك.